قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم، وهذا دائما أنبه عليها الإخوة، أن الإنسان قد يعصي الله فيعاقبه الله بأنواع من العقوبات، وقد يكون عقوق الولد عقوبة للأب لمعصية هو عليها، أو عقوبة للأم لمعصية هي عليها. فينبغي على الأب إذا رأى عقوقا من أبنائه، أو على الأم إذا رأت عقوقا من أبنائها، أن تنظر في نفسها أو ينظر في نفسه، كيف حاله مع الله، كيف حاله مع العبادة، كيف حاله مع المعاصي. فإن وجد أنه مقيم على معصية فليهجرها وليتب إلى الله، وسيرى أن الله يلين له قلب ولده. فأسأل الله عز وجل أن يهدي كل عاق، وأن يرزقنا جميعا البر بآبائنا وأمهاتنا.